كده المعهد الفرنسي طبعا من نوع الناس اللي هم بياخدوا الداتا من البدايه من 1931 اللي كتبوا بيير مونتي. هم نفسهم سنه 2012 بصوا له تاني وقالوا الاعتقاد ده لازم نشوفه صح ولا غلط. فبصوا تاني في نفس الحفر فلاقوا ان هم طلعوها وهي عباره عن مراكب. المراكب دي لا اما تكون مراكب جنائزيه تكون يعني مع المتوفى على طول مدفونه معاه زي اعتقاد المصري القديم ان المراكب ممكن ان هو ياخدها للعالم الثاني او ممكن ان هي كانت فيهم للعلاج ان احنا ماده ما تتفاعلش مع الاثر او ماده تؤثر على تركيب البناء للاثر. فابتدينا فريق الاكسبيرمنتال يجرب كذا ماده ويختاروا انسبهم ومنها تقنيه النانو بوليمر. نانو بوليمر يعني تحويل البوليمر نفسه لجزيئات صغيره يكون لها قدره على التخلل اسرع في الالواح الخشبيه لتقويه المركب.